كما تعلمون دائبة المديرية العامة للأمن الوطني على وضع مجموعة من الترتيبات والإجراءات تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية. بخصوص هذه السنة تم اعتماد مجموعة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة ولاية أمن طنجة كسائر المصالح اللامركزة على مستوى الصعيد الوطني، والتفعيل الاستراتيجية ديال المديرية العامة للأمن الوطني سيتم اعتماد المبدأ الأساسي الأول، ألا هو تعزيز الإحساس بالأمن لدى سائر المواطنات والمواطنين مقيمين وأجانب، وكذلك تفعيل الدور الوقائي والسباقي. هذه الإجراءات ستبدو جليا لكم أثناء التجوال بجميع المحاور ديال المدينة، سواء على مستوى المنافذ طريق اعتماد سدود قضائية وسدود نقط ديال المراقبة، وكذلك سدود متنقلة، دوريات اللي غيتم التوظيف ديالها في جميع المحاور اللي غتعرف إقبال ديال المواطنين، كذلك على مستوى جميع الفنادق والمؤسسات العمومية اللي غتعرف الاحتفالات برأس السنة. من هذا المنبر كنتمنى لكم باسمي وباسم فعالية ولاية أمن طنجة سنة سعيدة للجميع، وكنتمنى تكون سنة خير على بلادنا ككل وتبقى آمنة إن شاء الله تحت القيادة الرشيدة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.